يعني تخيلوا هاي الصخره شباب الصاروخ شلون مقومها. طب وين طب وين 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 دانيال دانيال بدي اسمع عليه دانيال ما احكيك طب انا اوقف بس طب وين انت لو لا ما طب يلا طب دانيال طلع 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 حتى نشوف بالله طب انا لا دانيال اللهم صل على محمد وال محمد يلا بدون طب يلا يلا ارجع ترجع ارجع ولك تو انا ضوء على وجهك منها 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 تعال طيب بس طيب لا اللهم صل على محمد وال محمد اللهم صل على محمد وال محمد شوفوا شوفوا تعال 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 اللهم صل على محمد وال محمد بطلع ضوء ولا طب الحين اللهم صل على ضوء ضوء ما اشوف يا ابو الحسن تمام اشتغل ها شنو هلا والله حبايب شو اخباركم يا رب تكونوا بخير. قبل كم يوم كنا بمحافظة ميسان يم بيت خالي وولد خالي خذونا لهذا المكان الغريب اللي شفتوه ببداية الفيديو. هذا المكان اللي بيه هواي اشياء غريبة ما قدرنا نكتشف اي شيء من هذه الاشياء. من ضمن هذه الاشياء هذا الصاروخ اللي ضارب هذا المكان مثل ما جاي تشوفون انا وين واقف شباب هذه ضربة صاروخ. خليكم ويا الفيديو راح تشوفون كل شيء بعينكم. ملاحظة بسيطة التصوير اللي صار بهذا المكان تقريبا ساعة ونص لخصته لكم بحلقتين هذه الحلقة الاولى وان شاء الله كم يوم تنزل لكم الحلقة الثانية. خلي لايك واشتراك وفعل جرس التنبيهات وكم يوم وان شاء الله تنزل لكم الحلقة الثانية. حطنا لايك. شباب شوفوا هاي المكان اللي وصلنا شوفوا هاي التلة هاي ايش قد ارتفاعها كرار يعني تقريبا نظريا ارتفاعها بالعشرين متر تقريبا شوفوا شباب هاي كان شلون المعسكر اللي شو اسمه طبعا دانيال جقب انه فوق هسه راح نصعد له كرار طب جوه ارفع الصوت الو اوه الو دانيال دانيال طيور 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 ها بومه بع الصوت شباب الو هاي ذكريات شوف هذا هاي الظروف اعتقد شو اسمه كان كان دشتون مال التنفيس كرار هاي الظروف لو شنو هاي ها بابا تبقى لا تعال لا تخاف تعال لا لا ما يخاف امشي هذا دانيال الجو هاي شباب نورين اهلين شوف هذا شباب هذا شلون المخزن ما اعرف شنو جعفر وين طب جعفر شوف الباب شباب بس باب الكهربائي باع الباب دبك انت شبر شبرين كهرباء باع طلق باع طلق هاي طلقه ضربتها منها هاي طلقه مكلبنا شباب شوف هاي طلقه هاي طلقه والله شنو طلقه بكيفك وين صعدت وين؟ ها شلون صعدت؟ شلون صعدت؟ منا عملها طيحت هاي طلقه والله طلقه ايش بيك؟ اه هاي طب وين وين طبك؟ وين طبيت يا معودين؟ هاي ما ماكو شباب. انا دعمه. ماكو دور. وين طب وين وين وين؟ دانيال دانيال بدي اسمع عليه دانيال. طن اللايت طن اللايت انت طبنا يا مال طب. انت طب طبعا طبنا يا دانيال. هذا اللايت. يلا طب 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 انا وقف بس طب وين انت لو لا؟ لا. ما طب يلا طب دانيال. طن اللايت طن اللايت حتى نشوف بالله. طب انا لا؟ انا راح اطبيها انا اطبيها صور طيب طلع وين يمنى نروح نروح يمنى لو يسر يمنى منها هيك هاك بابا تعال هاك طيب طيني طيني يا الله اللهم صل على محمد وال يلا بدون طب يلا يلا ارجع ترجع ارجع ولك تو انا ضوء على وجهك منها 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 تعال طيني بس طيني لايت طيني لايت اللهم صل على محمد وال محمد اللهم صل ارجع ايش بيك وليك؟ تعال قبل هو لا مو منها معمد اه منها؟ منها ظلموا شباب ظلموا بابا وصل على محمد شباب يا رجال انا شغل ليش كاميرا تفضل شباب اللهم صل على شباب شباب الغرفة هاي غرفة تعال تعال وين وين تعرفها اطلع 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 بابا جوي ايه ايه كل شيء انا من هنا تعال هنا تعال بدون عم بدون سبع والله بدون سبع ولا يخاف من هنا يمنى هذا الباب هذا هذا الباب وصلنا هذا الباب هذا هذا من وصلنا تعال ولك تعال 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 تعالوا الله 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 يلا طلع تعال هذا الباب منا بس هي بعد فيها بيبان
بس تخوف. خبر. آه. ما نقدر بابا، ما نقدر منها، ما نقدر. لا لا. والله ما نقدر والله. والله تعال. لا لا بابا ما ضيقة ضيقة تعال. شباب هاي شوف شوف هاي بعد بعد أكو بيو اسمه غرف مخازن مقرات. تعال طلعونا طلعونا. طلعونا لا لا طلع طلع طلع. اطلع خذ لايت وطلع بسرعة 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 اطلع بابا كلهم طلع. اطلع بابا. طبينا من هاي الغرفة طلعنا من ذيك الغرفة. بعد بيها هواي غرف كلش هواي بس الضربة ما الصاروخ شباب دافنا البيبان دافنا المقرات دافنا الغرف كله دافنا. هاي إشارات الإنذار الكيميائي. أوه. الإشارة نوعها. هاي مال شو ها هاي ضد الكيمياوي اويلي حسون بن خالي ابو بناها شلونك منور القناه حبيب قلبي والله حسون بن خالي ايضا منورين القناه هسه وين نصعد فوقها حسن حسن شوفك ماكو هنا نصعد فوقها يلا خلينا نصعد فوقها حسون شو اسمه مالها ماكو شباب لا والله يعني شباب من قد السمك مالتها الشبكه ما توصل تعال العب هذه حرف والله عمي بعدين انا اكتب انجليزي شباب هذا اي بعد اي والار كبرت عافيه اتش الله الله توقيع هذا توقيع الله يلا خوش هسه جايكم بابا هسه جايكم روح راح يسعد يومان قبلنا وشوي راح نسعد وراحنا ابو على اجواء منا والله حلوه ابو على لقطه منا شباب عافيه اه ان يلا هذا ياني وداني ولك كابس زلمة يا احمد تطلع حظه يا باي ولك موتك كابس نزل 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 تعبت كابس هسه راح نصعد فوق يوم هذا ابن خالهم الثالث بس منين نصعد؟ منا منا؟ منا ولك الزلك هاي اللهم صل على محمد والد منا غير من هاي؟ منا منا على هاي اه على التراب انا طبيت مع التراب يا الله شباب على المكان شباب شباب منين؟ ها منا هسه هسه نصعد فوق واريكم بعد يا الله يا الله با هذا من فوق يا الله يا الله شو منين صعدت انت؟ انت واوي اللهم صل على محمد شو شباب الله ولد خالي حسن كرار حسين نورين نوش شباب شوف دانيال ذاك دانيال دانيال تعال اصعد يلا شوفوا الاجواء شباب اللهم صل على محمد يلا 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 كرار خوفته شباب هاي صار ضربه الصاروخ وحش مسوي ضربه الصاروخ شباب هاي اللي صورت لكم اياها من جوا الضربه مال الصاروخ شوفوا اه شوف اللهم صل ويلي يابا بس هذا كل هاي شوف شباب شوفوا ذي شلون عصر دام العصر هذه الصخرة هاي مثل هاي شوف 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 شباب مثل هاي شلون منديها ويلي شوف شوف ديش ديش يعني هاي المتن مال الصخرة شباب هاي تقريبا هسه المتن مالتها تقريبا متر وشوية تقريبا اي متر مو هاي شوف هاي شوف هاي المتن مالتها شباب يعني تخيلوا هذا متن الصخرة الصاروخ يعني باعون شامرها بعد بعد شلون شامرها بعد ذيك المكسرة باعون شامرها يعني شنو من صاروخ وكل هذا ما يعني ما يعني بالقوات قادر يزرفها يعني ايش قد محصنه وايش قد قويه هاي البنايه وارتفاعها ما يقارب ايش قد تقريبا ارتفاع حسن 15 شوف هذا الشق صاير من المطر هذا هم متحرك صاروخ اي متحرك متحرك صحيح لا طيح بابا لا طيح اجى يا ما دانيال وصل سالت ابن ابو هاي ضربه ثانيه شباب انذرينه شلون صاروخ انذرينه هاي ضربه ثانيه شباب اويلي بابا ارجع 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 بس انا صورنا شوف شوف شو مسوي بيها هاي ايش قد محصنك اه بابا ها لا تطيح بابا بابا لا تطيح لا تطيح تعال ب 2003 يعني بالسقوط بالسقوط يعني هاي صدام بانيها اي بنوع البريطانيين اويلي شباب بس باعوا السمك مال الصخره باعوا يعني هاي شوف شوف شباب شوفوها شوفوها بعد انا ايش قد شلون واقف بطول دانيال يعني هاي شنو من الصاروخ اللي ضربها وسوى بيها هيك؟ ها؟ بالبارينة بالبارينة ما قلت ها؟ لا 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 من خال هذا لا 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 تحرجه لا لا تحرجه قدام العالم لا لا خليه واروح لا يفتن حبيب قلبي اكثر من 20 متر لا 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 والله اكثر من 20 متر تراهم ماكو شوف شوف الدراجة بس بعد الدراجة بعد
شباب اكتبوا لنا بالتعليقات هاي تقريبا ايش كم متر هاي البنايه. شوف هذا الباب مالتها. الرقم اللي الرقم ايش قد هاي القاله ايش قد هسه راح ننزل للزرف مال الصاروخ. انت متاكد راح ننزل؟ ايش قد بابا طيح. شباب شوف شلون محصن. انا اردت ادقق على هاي الصخره شباب. يعني تخيلوا هاي الصخره شباب الصاروخ شلون مقومها. يعني هسه اذا طيح عليه شو يسوي بهاي الصخره؟ شوف 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 ننزل هنا الجو الجو هاي ها اي بس تصعد مو صعدة هاي؟ اه والله لا اخاف ازلق واطيح جوا. يلا تشرب ماء. ها؟ تشرب ماء؟ لبن عالق بالشيش بالشيش تشرب طابقين هذا صب وهذن وتراب وبعدين شوف شوف شباب هذا صب وذابين تراب وبعدين وخلين بين الصبات. ايش قد قوية هاي كانت وايش قد الصاروخ اقوى منها وقدر يزرفها. لا هذا يريد ينزل. لا بابا لا هذا صاروخ هسه اذا وقع فوق بيتنا فوق بيتكم شو يسوي بيه؟ ما يلقونه يمكن يطببنا جو بالقاع. والله مو شقي اللي حفرنا جو يبي الصاروخ يبي يشوف الصاروخ. وين الطاروخ انت الطاروخ؟ شو شو كرار شو صور كرار شباب لا طيح عليك لا طيح عليك عم والله صدق متشل بهواس واحد هسه هي الزعرضيه تجوز تطيح والله العظيم احس طاحت علينا. يلا تشيت واحد من كم يشيت؟ اسرد ابو الدون. لا ولك لا هذا تشيت لا لا طيح لا طيح لا طيح طبعا هسه قالوا لنا انه بيها باب ثاني من هناك باب يم ضربه صاروخ وهذا باب هنا انا ها شنو هاي اذا غسلت بنفط مو؟ ايه هسه راح نغسل تعال لا تقاطعه كرر هذا الباب الثاني شباب هذا الباب الثاني اللهم صل على محمد وال محمد شوفوا شوفوا وانزل وانزل قاعد اسرق اسرق هذا اطلق شوي كرار وين دخلت كرار؟ اه قطع بابا لا تطب اللهم صل على ضوي ضوي ما شوف بابا راسك 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 بابا هاي شنو هاي؟ هاي شنو؟ ما ادري اعتقد مع الصواريخ بابا ها؟